خلينا نعرف مزيد من التفاصيل حوالين الموضوع ده مع زميلي الأستاذ إسلام صادق المحرر الرياضي في صحيفة المصرية. أستاذ إسلام أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ عادل، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. قل لي يعني أنت شايف هذه القضية إزاي؟ إيه أهمية القضية في رأيك يعني؟ يعني زي ما عرض التقرير وزي ما حضرتك اتكلمت في البداية، انت بتتكلم على ان الدوري المصري هو قضية امن قومي، مش قضية خاصة بجمهور كورة او قضية خاصة بان فرقة بتلعب فرقة او لعيبة بتلعب مع بعض، 22 لاعب بيكونوا موجودين في الملعب وخلاص. انت بتتكلم على قضية امن قومي، قضية خاصة بكل مواطن مصري بسيط له الحق في مشاهدة الكرة، يعني كرة القدم والدوري المصري وناديه على أي قناة هو يرغب فيها. فكرة الحصرية وفكرة استخدام الناس زي ما حضرتك ذكرت من الناحية السياسية وفي التوقيت الحالي، توقيت الانتخابات تحديدا وقبل انتخابات البرلمان، وهل المقصود بيها بقى بعد كده تلميع أشخاص معينة برلمانيا وسياسيا وانتقاد أحزاب مناهضة أو ضد مثلا المرشحين في الأحزاب أو الحزب الموالي اللي اشترى الدوري؟ وجهة نظري أن النهاردة حزب سياسي اشترى الدوري ومن أجل السيطرة على مباريات الكرة وتفكير الناس. طيب قول لي ده يعتبر خطأ مين أساسا يعني؟ لا، هو خطأ رقم واحد الدولة هي المسؤولة. الدولة في عهد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق عندما عرضت الARP أو الشيخ صالح كامل أن يشتري الدوري بنص مليار جنيه، الدولة وقتها تدخلت ورفضت دوت لأنها زي ما بقول حضرتك بتعتبرها أمن قومي. المعلومة اللي عندي ان الفترة الجاية هيتم زيادة احتقان الجماهير، وقبل زيادة الاحتقان الجماهير هيتم بعدها المطالبة بعودة الجماهير، فتحدث كارثة اخرى زي كارثة بورسعيد وزي كارثة الدفاع الجوي، وبالتالي من شأنها التأثير على امن واستقرار البلد واظهار الدولة بانها غير قادرة على حماية الدولة. ما فيش أي رد فعل من الوزير المسؤول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة؟ والله بشكل رسمي خالد عبد العزيز يمكن وزير الشباب والرياضة اتكلمنا معاه أكتر من مرة بشكل صحفي طبعا، إن هل هتتدخل؟ بيقول أنا ما بتدخلش في عمل الاتحادات، رغم إن قبل كده أكتر من مرة كان بيكون في تدخل من وزارة الشباب والرياضة، ولكن هو لديه القدرة وحسب معلوماتي أنه يرفض هذا الأسلوب وهذا الشكل من بيع مباريات. هو رئيس الحزب اللي طلع أعلن وقال أنه هو أخذ الدوري حصريا، هل هذا كلام دقيق؟ لا، أنا هقول حضرتك معلومة يمكن بعد المؤتمر الصحفي اللي ذكر فيه أو اللي ذكر فيه عن بيع الدوري حصريا، أجرى المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة اتصالا بالأستاذ نجيب ساويرس بعد المؤتمر وقال له وسأله تحديدا، قال له هل تعلم أنك أنت ما اشتريتش الدوري كاملا ولا حصريا؟ رد عليه الأستاذ نجيب ساويرس وقال له أنا اللي أعرفه أن أنا ما اشتريتش نادي أو اثنين. المهندس ماجد سامي أكد له أن هو ما عندوش سبع أندية وليس لديه حق بث مباريات سبع أندية، وبالتالي كانت مفاجأة بالنسبة لنجيب ساويرس وقتها. كمان زي ما لماذا أعلن أنه قد حصل على الدور حصريا يعني؟ إزاي رئيس حزب يعني لم يتأكد من المعلومات أو يقول معلومات لا تتسم بالدقة يعني؟ بص حضرتك، يعني حسب معلوماتي ان نجيب ساويرس هو ضامن لإيهاب طلعت اللي هو اتفق مع شركة بريزنتيشن اللي كانت بتملك العشر أندية، لأن في النهاية كان في تخوفات من بيع الدوري لإيهاب طلعت، وحضرتك تملك المعلومات والسيرة الذاتية الخاصة بإيهاب طلعت وتعاملاته
ومديوناته على الدولة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والأهرام ومدينة الإنتاج الإعلامي وتصل تقريبا إلى 160 مليون جنيه. يعني قضية تانية دي يعني برا الموضوع. يعني دوت ده حسب المعلومات اللي ذكرت خلال الفترة. طيب اتحاد الإذاعة والاتحاد الكورة، هل صحيح انه كمان باع تصفيات كاس العالم اللي مصر هتشارك فيها القطر، يعني كمان حتى مش هنشوف مباريات مصر في كاس العالم؟ دي حقيقة، تم بيع مباريات منتخب مصر في كاس العالم، التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم، الى بشكل لقطر بشكل غير مباشر عن طريق سبورت فايف. وسبورت فايف ديت بيسيطر عليها العاملين والمسؤولين في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهناك بعضا من الانصار المسؤولين في مكتب الاتحاد التنفيذي للاتحاد الافريقي بيعملوا في قناة سبورت فايف، وبالتالي سبورت فايف علشان ما يتقالش ان احنا بعنا مباشرة بتبيعها الى الجزيرة القطرية. طيب السنة اللي فاتت كيف جرت عملية بيع المباريات؟ السنة اللي فاتت الأندية دخلت شركة بريزنتيشن وحصلت على 13 حقوق بس، 13 نادي، ووقتها سلبت أو اتحاد الكرة شال إيده تماما بتعليمات من يدير اتحاد الكرة خارجيا، شال إيده وابتعد تماما عن المشهد. كانت النتيجة في النهاية أن اتحاد الكرة لم يحصل على نسبة 15% المدرجة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، بأن هو من حقه يحصل على 15% نسبة بيع مباريات الدوري في، أو بمعنى أصح تنازل عنها. وأنا عايز أقول لحضرتك أن وزارة الشباب والرياضة بعثت لاتحاد الكرة بتسأله على مخالفة عدم الحصول على نسبة 15% من في حقوق. استاذ اسلام السؤال الاخير، استاذ اسلام سؤالي الاخير، ايه في تقديرك بنقط متتاليه تداعيات قرار احتكار بس مباريات الدوري؟ يعني وجهه نظري ان او من ضمن الـ الـ الازمات اللي هنواجهها خلال الفتره اللي جايه هو توجيه، اذا كان انا زي ما حضرتك اتكلمت في الاول التوجيه سياسيا، هو توجيه الإعلام الرياضي خلال الفترة القادمة. اللي هيتكلم عما لا ترغب الشركة الراعية أو ما لا يرغب من الجنة، هيطرد من الرحمة والجنة. بالضبط، هيخرج من الرحمة والجنة، ويمكن أنا واحد من الناس تعرضت لهذا الموقف. مجرد ما قلت رأيي يعني أبعدوك عن مكان أنت كنت بتعمل فيه. أنا كنت موجود في كرئيس تحرير لبرنامج الاذاعي اللي بيقدمه طبعا الكابتن احمد شوبير، وده بترعاه شركه بريزنتيشن، ويمكن بعد ما قلت الراي ده بمنتهى الامانه وحفاظا على المصلحه العامه للكره المصريه وحقوق المواطن البسيط، تم ابلاغي مباشره بعدها ب 24 ساعه بابعادي عن البرنامج الاذاعي. دي نقطه. النقطه الثانيه على المستوى العام، على المستوى العام هو زي ما بقول حضرتك بيضر مصلحة المواطن البسيط في منحه أحقية مشاهدة الدوري المصري دون يعني زي ما هو عايز في أي قناة. يعني ما احنا ما بنقولش ان يتباع، يعني برضو هم بيروجوا ان حصرية برضو يعني حدود أفق التفكير، ان هم فاكرين ان الحصرية انك انت طالما تخطيت قناة واحدة وبعته على قناتين يبقى انت تجاوزت الحصرية، مسألة الحصرية. ولكن الحصرية، ولكن انا بشوفها ان هو تحايل من وجهة نظري، ولان لو بعته على ثلاث قنوات او ادعى على ثلاث قنوات فهي حصرية، لو بعته على اربع قنوات فهي حصرية، لان من حق المواطن ان هو يشتري. في نفس الوقت مين اللي يضمن لي ان يكون في توجهات معينة خلال الفترة اللي جاية من الاعلام سواء على المستوى السياسي والمستوى الرياضي لأفكار الناس ولبناء أفكار وترويج أفكار معينة من خلال قناة أو اثنين أو ثلاثة؟ أستاذ إسلام صادق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بالفعل معلومات مهمة جدا، يعني احتكار للإعلام، احتكار للدور العام، احتكار فيما قبل لبعض الصناعات،
يعني فين أجهزة حماية المستهلك، فين أجهزة حماية المواطن، فين الدولة اللي هي شايفة أن فيه عهد جديد وعصر جديد المفروض أنه يبدأ يعني على الأقل الآن تمهيدا للانتخابات القادمة للبرلمان.